أكادير ديال أي سكن باقي الحالة الطبيعية ديالو، باقي خدام، باقي فيه الناس كيحطوا فيه الأمانات ديالهم الآن، وباقي كيحطوا فيه المحاصيل الزراعية ديالهم الآن، باقي خدام، لأن موالية الناس ديالهم باقي مش تبتين به. أولا، أما من ناحية المناطق أخرى كاين يقدر اللي ضاعوا. أكادير كله أو المخزن في حد ذاته معنى ديالو أن موضع ديال الأمانات اللي فيه الأمان على بعض التاريخ. في أيام السيبة فاش كان سميتو راه الناس كيحطوا فيها المخازن المحاصيل ديالهم الزراعية، التموين ديالهم ديال الحد ديالهم هنا فين كيحطوها. وحتى إلا اقتضى الحال كان شي حركة شي حالة ديال السيبة أو ديال الهجوم أو ديال سميتو كيدخلوا ليها الناس قدروا يوفروا فيها كل شيء. كاين المطفية ديال الماء، المخزن ديال حتى الماء فين كيخزنوا الماء، كل شيء موجود هنايا وبخير. هذا أكادير واحد من المخازن الجماعية اللي كتمتاز بها المنطقة. نحن من فضل الله تعالى نحن لقينا هذه البناية محافظين عليها الأجدادين، وحنا باقيين محافظين عليها.